الظروف ديالنا ما كتسمحش لنا اننا نشريو كتبه، ما عندناش اصلا ما ناكلو. قليل فاش كتوصل المساعدات، يعني تناكلو من المساعدات اللي كيقدموها لينا. محتاجين كتبه، محتاجين شكاير، محتاجين بزاف ديال الحوايج. الاسم ديالي زهراء إيد عبد الله، العمر ديالي 16 عام، كنقرا في ثانيه باك علوم فيزياء. بالنسبه للاجواء ديالي صراحه متوتره بزاف، مازال ما مستعداش للقرايه حيت دوك الظروف اللي دازوا علينا وخاصه ديك الليله، يعني مازال مأزمين نفسيا. ما دخلناش، يعني كان عندنا واحد الحماس اننا ندخلوا نقراو، كان عندنا المهم واحد الشعور زوين باش ندخلوا للقرايه حيت عندنا الوطني، يعني بغينا نقراو ونستعدوا باش نجيبوا واحد لانوط اللي هي زوينه وعاليه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. صراحة ماشي بحال المؤسسة، يعني صعيب القراية هنايا، يعني ما غاديش تكون مرتاح نفسيا وما غاديش تقدر تركز مع الأستاذ. مزيان أنكم ترجعوا تقراو ولا مزيان؟ لا الحمد لله مزيان القراية، ملي كاينة هنايا حسن، حسن ما أننا نضيعوا العام. صراحة ما عنديش واحد الحلم محدد، من الأحلام ديالي أن نكون إن شاء الله مهندسة. مهندسة معمارية ولا ندير انفورماتيك. عندي واحد الصديقة ديالتي مات حتى هي، كنا كنمشيو معها في الطريق وكتقرا معنا في المؤسسة. هي صديقة من أطف خلق الله، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال.